السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأحبتي في الله، معكم ربيع المبرمج من إلكترو بروجي دوت إم إي. واليوم إن شاء الله وبإذنه طبعا الجديد ما يسمى الأوبن سي في أو الأوبن كمبيوتر فيجن، يعني فيما يخص رؤية أو نظر الحاسوب للأشياء، الحاسوب نظرته للأشياء، يعني في ميدان علوم الحاسوب والبرمجة وإلى آخره. فكيف يعني نصنع برنامج أبليكيشن تستطيع الرؤية من خلال الكاميرا؟ وهنا حينما أقول أبليكيشن تستطيع الرؤية، فيعني لا أقول تطبيق يستطيع التسجيل من الويب كام أو شيء من هذا القبيل، أو تصوير أخذ صورة من الويب كام، لا ليس ذلك فقط، وإنما أخذ الصورة التي على الويب كام أو على أي كاميرا وتحليلها إلى بيانات ومعالجتها. فمثلا كما تشاهدون أحبتي في الله، هنا لدي فيس تراكن كما تشاهدون، يعني فيما يخص تحليل ومعالجة البيانات أو المعلومات بالطريقة الحاسوبية. يعني هل الحاسوب يستطيع التعرف مثلا من خلال الكاميرا كما تشاهدون هنا، يعني من خلال الكاميرا هل يستطيع التعرف إلى الوجوه الفيس ديتكشن، أو التعرف إلى الأشياء الأوبجكت ديتكشن، ومجموعة كبيرة جدا جدا من الأوبشنز يمكن استخدامها. هذا الأوبن سي في، هذا الكمبيوتر فيجن يستخدم مع الذكاء الاصطناعي، مع الماشين ليرنين، مع تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، لكي يعطي يعني نتائج معينة في الروبوتيك والبرمجة والهاي تك عموما. إذا كما تشاهدون أمامي، فلقد جربت الأمر ببيئة البايثون كما تشاهدون، على لغة البايثون، وتعرفون أنني لست مبرمج بايثون إن صح التعبير، أنا مبرمج جافا بالأساس، مبرمج جافا وسي بلس بلس، مبرمج ويب، بي اتش بي، مجموعة من الأشياء، لكن برمجت سابقا مجموعة من التطبيقات البسيطة بالبايثون، لكن لا أحب البايثون كثيرا ولا يعجبني كثيرا ولا أبرمج به. هذا كل ما في الأمر، يعني يقولون أنه أقول أنه لغة سهلة جدا، سهلة بسيطة بالنسبة للمبتدئين من جهة، من جهة أخرى هناك المزيد، هناك العديد من الليبراريز، هناك مكتبات، لغة أصبحت غنية بالمكتبات، خصوصا مكتبات الذكاء الاصطناعي الأوبن سي في، مكتبات الكيو ليرنين، يعني الداتا أناليتيك، ومجموعة من الأشياء يعني الحديثة التي نحتاجها في هذا العصر الحالي. هذا يعني كتقديم، أقدم لكم هذه البروجكت. فكما تعرفون أحبتي في الله، كنت وما زلت دائما أصنع مشاريع يعني، وأقوم بأشياء ربما في بعض الأحيان لا تعيرونها أي اهتمام، لا تعيرون اهتمام للمشاريع التي أقدمها في غالب الأحيان. لكن تعرفون أنه المواضيع المهمة جدا التي يجب أن أتطرق لها ويجب أن أعمل مشاريع فيها وعليها، ف يجب أن تروها معي. إذا فبالنسبة لي هنا كما تشاهدون تأطير واضح للصورة للفريم كما تشاهدون هنا، ما يسمى بالفيس الفيس تراكن كما تشاهدون. بالنسبة للألغوريتم البرنامج،
فهو برنامج بسيط جدا على بيئة البايثون، سهل جدا وبسيط جدا على بيئة البايثون. وما نحتاجه هو فقط البايثون. أقول أولا نحتاج بيئة البايثون، نحتاج تنصيب بيئة البايثون أولا، ثانيا نحتاج تنصيب البايب، ثالثا نحتاج تنصيب الأوبن سي في، ورابعا نحتاج تنصيب النم باي اي. ثم بعد ذلك قمت كذلك بتنصيب ما يسمى بالباي سيريال للتواصل مع السيريال مونيتور ومع اليو اس بي، ومع طبعا كما تعرفون التواصل مع الاردوينو. هنا جيد. إذا بالأساس العملية، لماذا قمت بهذا الأوبن سي في ولما كل هذا الذكاء الاصطناعي؟ لما الذكاء أساسا؟ فبكل اختصار هذه السيارات، هذه السيارة الفورد دبليو دي، أريد أن أضع عليها، وأقول ذلك قلته منذ 3 أيام أو 5 أيام، ذكرت أنني سأقوم بعمل ذكاء اصطناعي في تلك السيارة. وطبعا كالعادة حينما أكون قد باشرت المشروع للتو يكون هناك بعض الغموض، فيعني لا تهتمون بالمشروع. وطبعا إذا كان المشروع في مراحل متقدمة، حينما يصل المشروع إلى مراحل متقدمة، حينما أصل بالمشروع إلى يعني مستوى معين، فتبدأون بطرح الأسئلة: كيف فعلت هذا؟ كيف كيف هذا؟ كيف يمكنني أن أتنى؟ وتبدأ التعليقات وتبدأ الأسئلة ويبدأ كل شيء بالظهور. فيعني حينما أقوم بشيء أقوم به لكي نستفاد معا. وثاني شيء أقول بالنسبة للناس الذين يقولون أنني يعني أطيل عليكم في الفيديوهات، هذا ما لدي، لا أستطيع تقديم شيء يعني مخالف لما أقدمه الآن. هذه طريقتي وهذه سياستي في العمل. أحتاج دائما أن أبسط الأمور، أحتاج أن أشرح جيدا، أحتاج أن أتطرق إلى كل العناصر، أحتاج إلى أن أفصل، أقول معكم كل شيء بالتفصيل، أحتاج إلى ترسيخ الخطوات التي ستمرون منها. فيعني نقوم بانستالين أو برمجة أو شيء من هذا القبيل، يعني لن تكون كافية 10 دقائق يعني التزاما بما هو متعارف عليه على اليوتيوب، لن تكفيني 10 دقائق أو 12 دقيقة لكي يعني أقدم سلسلة، جزء من سلسلة حتى في السي إن سي، أو تعرفون أن الكلام يطول. هناك مجموعة كبيرة من الميكانيزمات، يكون هناك الوايرين الربط، وتكون هناك البرمجة، ويكون هناك الميكانيزمات، وسأحتاج أن أتطرق لكل عنصر، أبسط العناصر وأبسط التفاصيل ستحتاجونها وتخلق معكم مشاكل في التجربة. ولذلك يجب يعني أن نتطرق لكل شيء، ويجب أن نعطي للموضوع يعني الوقت الكافي له. قلنا هنا الأوبن سي في، نامباي وإلى آخره، هذا هو البرنامج بالبايثون، أبسط ما يمكن يعني كتابته. بالنسبة للبايثون جميل جدا، رائع جدا، وكذلك مع الأوبن سي في رائع جدا. هذا طبعا لم أريد يعني أن أقوم به على الحاسوب، وإنما قمت بهذا لكي يعني أنصبه على الراسبيري باي. إذا لا تقلقوا بشأن الكودات والشروحات وإلى آخره، فسنعيد الكرة من جديد إن شاء الله وبإذنه حينما أنتهي من العمل، وسنقوم بفيديو تفصيلي درس عن الأوبن سي في على الراسبيري باي. الآن أشغل الأمور على الحاسوب فقط للتجربة، وأشارك معكم الآن فقط لكي يعني تتطلعوا للجديد. لكن ما ترونه هنا
فسأقوم به إن شاء الله وبإذنه على راسبيري باي، وسنجربه على تلك السيارة بإذن الله. تعرف على الوجوه، خاصية الفيس تراكين، تتتبع الإنسان، بعض الأمور يعني البسيطة المتواضعة والتي يعني ليست جديدة كليا في الميدان، وإنما انسبيريشن. كان معكم ربيع المبرمج من الكترو بروجي دوت ام اي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.